شفت ازاي مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا؟ زي ما شفت مباراة الاهلي والمصري والاهلي وطلائع الجيش والشوط الثاني من الاهلي والرجاء. يعني وممكن عايز تروح قبلها كمان ممكن ترجع يعني ولا لكن كمان. لكن خلينا في الاربع ماتشات دول او واحد افريقي وثلاثه في الدوري تقريبا في يعني نفس المعالجات السيئه في اداره المباراه. موسيماني حتى في المؤتمر الصحفي يقول لك طلائع الجيش وسيراميكا لعبوا زي ما يعني زي بعض يعني. طب انت يعني ما عرفتش تحل. في تدخل بيبقى من المدير الفني في تنظيم اللعب في اسلوب اللعب. وبقول جمله باستمرار، فريق كره القدم الكبير اللي مش بيعمل ضغط واستخلاص سريع للكره ما بيلعبش كره جديده. طب هو الاهلي لما يريد او طلائع الجيش بيدافع كويس ستة وبعدين أربعة قدامهم وبعدين زيرو، بس لما بيمتلك الكرة بيطلع لملعب الأهلي. أيوة. طب أنا يا مدرب أعالج ده إزاي؟ أول حاجة ما بقولش تعمل زي ليفربول، لكن على الأقل وده كان الأهلي بيعمله في كل بداية مباراة، يضغط بقوة وهو بشراسة ويحاول يستخلص الكرة بسرعة جدا. هو الأهلي لما يبقى سيراميكا النهاردة، خلينا النهاردة لو كان بيضغط على طول من أول المباراة لما لقى سيراميكا بتدافع وهو وسط الملعب بتاعها مليان وبتحاول تعمل هجمة مرتدة كمان أو مضادة أو تنقل الكرة لملعب الأهلي، أول ما هيضغط بأربع خمس لعيبة أو ثلاثة هيخلي الدفاع ده يغلط، هيفتح ثغرات، هيحرمه من هو يمسك الكرة. فكرة الضغط ده انك بتدافع او انك بتدافع عشان عايز تهاجم، انت مش عايز الخصم بتاعك يمسك كرة، ده مبدئيا. ثانيا هو يعني عمل خمس تغييرات في ماتش طلائع الجيش، واحد منهم اضطراري واربعة تغييرات بل عملوا حاجة. هنا في السيراميكا عمل الماتش اصلا خمس تغييرات، بدأ الماتش اصلا مغير التشكيله، لا مغير التشكيله بس عمل تاني خمس تغييرات. أيوة. الخمس تغييرات واحد اضطراري واربعه برضو ما حصلش حاجه. طلائع الجيش وسيراميكا قدروا برضو يحيدوا الاطراف بتاعه الاهلي. ده مشكله لما يغيب عنك السوليه ممكن ده يسيب تاثير، لكن واضح قوي ان زي ما كنت بتكلم قبل الهواء يعني ليفربول في ميزه عنده خط ظهر وخط وسط قوه بدنيه هايله، ده حقيقي، وخمس مهاجمين يعني لما يلعب بيتغيروا يعني الخمس مهاجمين عندهم مهارات كلهم. فين المهارات اللي في الاهلي اللي تعمل حاله حل او ابداع؟ يعني انت اللي تيجي تدور في مباراه سيراميكا مين الرجل المباراه هتلاقي محمد ابراهيم اللي هو يمكن اكبر سنا من معظم لعيبه النادي الاهلي. ولما بتختار محمد ابراهيم كلاعب مان اوف ذا ماتش وما تختارش ولا لعيب من الاهلي الفريق الكبير ده يختصر لك بالظبط اللي حاصل في حاله الاهلي كانت ايه. انت بتختار واحد من الفريق المنافس اللي يعني اللي هو مش بيضغط طول الوقت، ده بالعكس الاهلي الاستحواذ معاه 63% كتير. ده لكن الاهلي مخلص المباراه 63%. انما ما ايه هي فايده الاستحواذ امتلاك الكوره وانا بعاني في بطريقه عقيمه وبليده وقديمه، هات خد هات خد وبعدين ايه؟ ما فيش في الاخر كل اللي بيواحد بيعمل هات خد دي ويعمل الباسنج جيم ما فيش عنده رؤيه. طب اخرتها ايه؟ يعني في الاخر هنعمل ايه؟ هو اخر دي هنعمل ايه؟ اللي قاعد على الدكه مفهم اللعيبه في الاخر هنعمل ايه؟ القفله بتاعت القصه. هنخلص النهايه الحدوته دي ازاي؟ والحدوته دي متكرره في كل لحظه من المباراه وما انتش عارف نهايتها. احيانا الاهلي كان بيتميز جدا، يعني ايه كره طويله الاهلي بيلعبها؟ ويعني ايه بدعه انك عايز ترمي في ظهر السيراميك دفاع سيراميكا اللي واقف في ال 18 بقى كوره
عشان حد من المهاجمين يعمل سبرنت ويخطف جون. لا ده هو لو ده المسافة ما بين دفاع السيراميكا اللي في ال 18 وحارس مرماه 4 متر. انت على ما ترمي الكرة بينس السبرنت ده صحيح. انت تعمل ده لو خط ظهر سيراميكا متقدم بره ال 18 وكمان نص ملعبه عشان يضغط عليك ويوقعك الاوفسايد مثلا يعني لكن بتعمل ده ازاي؟ قول لي يعني وحيد النهارده عمل كام كره عرضيه؟ قول لي هاني عمل كام كره عرضيه صح؟ او كريم فؤاد لما نزل هو كريم يمكن هو كريم نزل في وقت قليل بس ماشي. عمل واحده عرضيه واحدة. كان محمد واحدة. محمود هيجيبها جول واحده. قول لي مين في وسط الملعب كان مبدع وعمل ابتكارات زي عبد القادر مثلا زي السوليه احيانا فين علي معلول اللي بيعمل يعني جبهات دائمه مفتاح هجوم اساسي في اداء النادي الاهلي يعني وهي الحاله الابداعيه بالنسبه للنادي الاهلي ما ينفعش تبقى حاله ابداعيه مؤقته يعني ما ينفعش مثلا ايه هي في لحظه مثلا فيها تعامل بيها حسين الشحات كما ينبغي ان يكون لاعبا في النادي الاهلي اللي هي الكره اللي اخدها على صدره ولف بيها وكان هيسجل الهدف بس ديت ما اقدرش اقول عليها ان هي حاله متكرره حاله ابداع متكرره هي حاله فرديه وده اللي يخليني اسال ليه ده مش لا يعني ليه لعيبه النادي الاهلي برضو حته الابداع وانا برضو مش قادر برضو غلط نفسي يعني هم نفس اللعيبه اللي انا شفتهم في مواقف تانية عندهم الابداع ده ليه مختفي يعني انا مش عارف بقى يعني دي مشكله ايه بالظبط يعني ده ايه نتيجه قصور في الاداء الجماعي وتاني مش انا اللي بقول صحفي انجليزي اللي بيقول لو طلعت ماني وفي اطار المقارنه ما بين الفرق ما بين صلاح وماني في منتخب مصر والسنغال ماشي قال انت لو نقلت الاثنين دول بره ليفربول راحوا باريس سان جيرمان مش هيبقوا زي قوتهم في ليفربول لان قوتهم من السبعه اللي وراهم لا الثمانيه بما فيهم اليكس يعني 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 لازم الناس تبقى فاهمه ده واخده بالها من ده قوه الاهلي بتبقى في خط ظهره ودفاع ووسطه وكمان مهاجميه عشان طيب. يوصلوا لحاله الابداع دي